مع حلول صباح اليوم بدأ عراقيو الخارج بالإدلاء بأصواتهم على مدى يومي 10 و11 من أيار الجاري، انتخابات يصوت فيها المغتربون في 21 دولة عربية وأجنبية. أنا بالنسبة لي حقيقة أحكي لك الصراحة، بالبداية ما أشارك، بعدين شوي شوي يعني من قربة الانتخابات دافع وطني إنه واحد يحس نفسه إنه يا ريت له إنه يغير، يعني أنا أقول ما علي وغيري يقول ما علي وبعدين وشلون ونظل إحنا ننتقد إنه الوضع زين، الوضع إذا تنتقد غير أكو حل، فالحل إنه تشارك وإن شاء الله خير، يعني إن شاء الله إنه هاي الانتخابات إنه وجوه جديدة تغييرات جديدة وإن شاء الله نتأمل خير. الأردن وتركيا وإيران أولى الدول التي فتحت فيها مراكز الاقتراع لقربها من توقيت بغداد، فهنا وفي إسطنبول تحديدا فتحت مفوضية الانتخاب 6 مراكز اقتراع، حيث جالية عراقية كبيرة في المدينة الرابطة بين الشرق والغرب. احنا كمدراء كيانات موجودين في إسطنبول لاحظنا بعض الأمور الغير دقيقة، بس هي الأمور ماشية بطبيعية، يعني ما شفنا فد أمور خارجة عن النطاق أو أمور ملاحظة بشكل كبير. الحمد لله وشكر قدرنا أنه نوصل الحلول، ولأنه حق قبل أن يكون واجب، واجب هدفه التغيير والإصلاح، يستمر الوافدون إلى مراكز التصويت للمشاركة في انتخابات الخارج من أجل غاية واحدة، وهي إيصال مرشحيهم إلى قبة البرلمان. لقناة الفلوجة مهند المشهداني، إسطنبول.